مرحبا شباب، عامل ايه؟ النهارده معايا لعبه جيو دول لينكس. حلقه النهارده شباب هندخل جيم اسطوري مع علي 15 سنه من العراق. ان شاء الله يكون جيم جامد جدا شباب، وان شاء الله علي يكسب ويكسر الدنيا. بس قبل ما نحط العالي لايك عنيف جدا وانا اشترك على القناه. طيب شباب، اتفقت انا وعلي ان احنا نلعب جيمين. اوه، علي بلاتينم رانك 3. اتفقنا ان لو علي كسب بمجموعه ما يلعبش بقى تاني، ولو انا كسبت بمجموعه ما العبش بقى تاني، نغير مجاميع يعني. مفيش قوانين محدده. انا في الجيم ده هلعب بالتراي ميد، ربنا يستر. ده بيلعب الفاير فورميشن تينكي، انا بشبه على الورقه دي. ليكون بيلعب بالتراي بريجيد وانا مش اخد بالي. ماشي، حلو قوي. هتهالي بقى، هتهالي. تمام، صح كده. نجيب مين بقى يا شباب؟ نجيب ايه؟ نجيب التراي ميد سفينكس. نجيب ابو الهول. ابو الهول ده نتحمى فيه، نتحمى فيه. اهلا وسهلا، ترجع الورقه لايديا تاني. لايف بوينت دايركتلي. ماشي، تمام. زي ما احنا هلعب نورمال سامن التراي ميد هانتر والدانسر، ومش هعمل اي حاجه. ههجم، ههجم زي ما انا كده. يا نهار ابيض، فكت اكتيفيت اهو بالهبل. اف اف، بتهرج بتهرج. لا، وحشه دي، وحشه اللي انت عملتها دي. تصدق بقى، مشكلة كبيرة اللي حصلت دي دلوقتي. مش هقدر، مفيش ستاند مفيش ستاند باي تانية العب اوراق السبيل بتاعتي، ولا اعمل حتة سينك اكسيز، ولا اي حوار. لا، وحشة دي. يا ترى هفضل عايش للدور الجاي؟ يا ترى هفضل عايش للدور الجاي ولا لا؟ تمام، هنفضل عايشين للدور الجاي. ماشي، طيب
يا ترى هنعمل نفس الحركة تاني وهنغلط نفس الأخطاء ولا لأ؟ اديله بقى، اديله، عاش، اديله علي من العراق، معقول؟ اف علي من العراق يا شباب، معقول؟ قدرت ان انا اتغلب على علي من العراق ده؟ يعني بصراحة لعبت معاه قبل كده وكان قوي جدا ما شاء الله، يعني علي من الناس الاقوياء جدا اللي انا لعبت معاها، علي خطير والله العظيم بجد، بس انا ما توقعتش ان التراي ميت تبقى بهذه القوة، بس مجموعة جامدة جدا يعني التراي ميت مجموعة ممتازة. طبعا مش هقدر العب بقى تاني، لازم اغير بقى، فانا طبعا هدخل الجيم الجاي هغير المجموعة بتاعتي. هو يقدر يلعب بالمجموعة بتاعته عادي، لكن انا ما ينفعش العب بنفس المجموعة. فندخل بالبلو ايز وايت دراجون، وان شاء الله برضو الجيم ده يبقى جيم اسطوري باذن الله. السحب في البداية كويس، السحب في البداية كويس، وطبعا بيلعب بالماجنت. واو هيبقى جيم جامد جدا الماجنت يا جماعة، وتصاد البلو ايز هيبقى جيم جامد جدا. ماشي، حلو قوي، حلو قوي، نلعب الميلودي ونجيب اتنين ونبعت نجيب تنينين. ماشي، طب نعمل ديسكارد لمين؟ ركز بقى يا ابو حميد، ركز. ماشي ماشي، هنعمل ديسكارد للوايت ستون ونجيب تنينين. هات لي الالترناتيف وهات لي ده. ماشي، نعمل افكت اكتيفيت ندمر له ده. اقول لك اعمل ايه. ماشي، هلعب ده نورمال سيج وذ اي اوف بلو، وهنجيب حتة وايت ستون من المجموعة. تعمل ايه؟ اه سوبر تيم بادي فورس يونت. ماشي،
تيك تاك تي. حلوة قوي. نهجم. هجمت على ليفل 4 ليه؟ عشان ما يلعبش العنكبوت ده. اه ماشي. عموما احنا مستعدين يعني. مستعدين. احنا مستعدين. مستعدين لأي ايه مخاطر. ولع. فخم يا ابني والله فخم. ماشي. اكتيفيت. لا سيبه يعمل اللي هو عايزه. ماشي. انا معايا الدايفين وورف. الدايفين دي بقى ايه؟ تحميني من اي افكت اكتيفيت بس يكون محترم، مش عايزين نضيعه على الفاضي. اهو عمل بانش وجاب التقيل ده. التقيل ده لو اشتغل هتعمل افكت اكتيفيت، عشان لو عملت افكت اكتيفيت ابعتك. ايه ده بقى؟ انسى العنكبوت. والله عارف انسى العنكبوت دي. ابوظ التأثير بتاع انسى العنكبوت ولا التاني؟ معلش معلش خليها التاني. التاني هيعمل. طب التاني هيعمل حاجة. ايوه انا عايز التأثير ده بقى. انا عايز التأثير ده. ها جدع. على برافو. حلو حلو كده. احنا ايه في السليم كده؟ احنا في السليم. هايل. ايوه رجعه لي بقى. عاش. جي جي. هلعب الميدن وممكن اعمل هنا برضو افكت اكتيفيت وارجع الايه الالترناتيف وايت دراجون لايديا. ممكن نعمل كذا حاجه. ممكن نعمل هنا افكت اكتيفيت وندمر. نضحي بالميدن. ماشي نضحي بالميدن وندمر ده كده. احنا جي جي. ممكن نعمل بقى سبيشال سامن ونجيب حته برضو الترناتيف كده. بقى معانا تنانين اهي. زربيح زربيح الزربيح. يا ترى هنكسب ولا لعلي من العراق له راي اخر؟ اوه تم القضاء على علي من العراق بشكل نهائي. جي جي يا شباب. جيم جامد جدا. استمتعت بيه جدا. علي من الناس المحترمه ومن الناس اللي المفروض ان انا كنت العب معاها من 200 سنه يعني. كنت مظبط معاه من 300 سنه ان احنا نلعب مع بعض، واخيرا يعني جت الفرصه ان احنا نلعب مع بعض واستمتعت جدا. ان شاء الله يكون في فرصه ان احنا نلعب مع بعض تاني. انت كمان يا شباب لو حابين يكون في فرصه ان احنا نلعب مع بعض انضموا بالديسكورد وشاركوا بالديسكورد. ان شاء الله يكون في فرصه ان احنا نلعب مع بعض. لو حابين اكمل في فيديو دول لينكس لايك شير كومنت سبسكرايب على الجرس وتستنى الحلقه اللي جايه. سلام.